احييك الاول ربنا على الكلمتين اللي انا سمعتهم منك دول. ربنا يخليك. احنا لا احنا ضد الازهر وبالعكس احنا مع الازهر، لكن الازهر الذي يحمل في ميراث عظيم جدا، وعلى هذا الاساس بقدر ما نحبه من حقنا ان احنا ننقده. مظبوط. طيب السؤال بقى دلوقتي، هم بدأوا وتوفروا على مناهج الأزهر في ابتدائي وإعدادي وثانوي، هذا التغيير أو اللي بيحصل ده نخشى أن يكون تطوير أو زي ما قال البعض أو توصيف البعض ترقيع أو ترميم وليس تسوير، أدي واحد، أو تجديد. الأمر اتنين، من الذي قام بالتطوير والتسوير أو التجديد أو حتى في الأدنى الترميم؟ هم نفس العقول، نخشى أن هذا المنتج من هذا التوب، وأيضا من يقوم عليه هو نفس الحائك الذي صاغ التوب. فضل فن. بالضبط. لا أنا أشاركك هذه المخاوف تماما، لأنه يعني الذي تسبب هي المسألة بالدرجة الأولى هي عقلية، هي عقلية سلفية تنطوي على شيء من الجمود. إذا هذه العقلية السلفية التي ورثت هذا التراث الموجود في كتب واللي جرائد كتيرة قوي انتقدته وخدت نصوص واضحة منه، يعني المقال اليوم السابع غيرها غيرها، أنا شخصيا في أشياء لاحظتها. أنت لو سمحت للذين وافقوا على أن تكون هذه النصوص موجودة وهي نصوص صريحة فيما يطاف المثل بمسألة التمييز بين المسلمين وغير المسلمين، هذه النصوص صريحة جدا فيما يتصل بالعنف، هذه النصوص صريحة جدا فيما يتصل بأنها لا تنطوي على سماحة الإسلام، هذه النصوص صريحة جدا في أنها أحكام فقهية لا تتناسب مع هذا العصر. طيب الذي يقوم بالتجديد والذي تقبل هذه النصوص بالتأكيد مش هيحصل تجديد، ولهذا أنا شخصيا أتصور أن هذه اللجان التي يتحدث عنها تضم عقول من أمثال المجددين في الأزهر. أولا من هم المجددين؟ يعني أنا أثق مثلا في عقلية أستاذ كبير وهو أستاذهم كلهم زي الدكتور محمود زقزوق، أنا أثق إن عقلية مثل هذه العقلية بالذات سوف تجدد، لكن لا أثق في عقليات أخرى. إذا جبت عقلية أو أكثر من الأزهر وفيه مجددين، لكن هؤلاء مقموعين، إذا جبت مجموعة من الأزهر من داخله والجميع يشهد بأنهم من أهل التجديد بالإضافة إلى شخصيات من خارج الأزهر، أنا أعتقد في هذه الحالة إن المسألة هتمشي في إطارها السليم. عظيم، الرسالة واضحة جدا من الدكتور جابر عصفور. سعادة الوزير أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. إذا أردت التجديد لابد أن تقتنع أصلا أن هناك رغبة في التجديد وتجسد هذه الرغبة على الأرض. تجسدها إزاي؟ أن تأتي بالمجددين وليس بالمقلدين، أن تأتي بمن يذهبون إلى العقل ولا يعني يتمشون مع مدرسة النقل. عندنا مدرستين، يعني إذا كان معالي الوزير، سيادة الوزير.